بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم جميعا أبناءنا وبناتنا الطلاب. نكمل إن شاء الله ما بدأناه في المحاضرة الفائتة، وفي الجهة السادسة التي أو من الجهات التي يدخل الاعتراض من خلالها على بعض المعربين، وهي عدم مراعاة الشروط الخاصة ببعض الأبواب النحوية. ذكرت لكم أن لكل باب من أبواب النحو العربي، لكل موضوع من موضوعات النحو العربي، شروط خاصة لابد للمعرب من مراعاتها عند الإعراب. ومثلت لكم بالأسماء الخمسة، مثلت لكم بالحال قبل قليل التي ذكرتها لكم أن الحال اسم فضلة نكرة، وهو يجب أن يكون وصفا مشتقا وليس جامدا. هذه كلها شروط خاصة لابد من مراعاتها عند الإعراب. ضرب ببعض ابن هشام بعض الأمثلة على هذه القاعدة. يقول: اعتبر ما قاله ابن مكي في إعراب قوله تعالى فإنه آثم قلبه، أعرب قلبه ابن مكي هذا، أو مكي ابن أبي طالب، أعرب قلبه على أنها تمييز. ابن هشام احتج بقوة على هذا الإعراب. يقول أن التمييز يجب أن يكون نكرة وليس معرفة. لا يقع في الكثير الغالب من كلام العرب أنه لابد من أن يكون اسم نكرة وليس معرفة. فقلبه هنا معرفة لأنها مضافة إلى الضمير الهاء في هذا المثال. فلابد، طب ما الإعراب الصحيح لها؟ ابن هشام يقول أنه نعربها على أنها مشبه بالمفعول به. طب أين بالله عليكم الفعل أو ما يشبه الفعل في هذه الآية؟ فإنه آثم قلبه. لاحظوا كلمة آثم، آثم اسم فاعل من أثم، آثم، أكل، آكل، أخذ، آخذ، فهذا اسم فاعل آثم، يأثم، فإنه يأثم قلبه. فقلبه عرب بن هشام يقول في، أنا قلت لكم هذه قرأت الآية قلبه آثم قلبه على أن قلبه فاعل آثم، وقرأت قلبه. الشاهد في قراءة النصب وليس قراءة الرفع، في قراءة النصب وليس في قراءة الرفع. في قراءة النصب مكي أعرب على أنها تمييز، وهذا خطأ، هذا خطأ. ما الإعراب الدقيق والقوي لها؟ أن نعربها مشبه بالمفعول به أو مفعول به تجاوزا. ليه؟ لأن الفعل، أنتم تعلمون أن الفعل اللازم لا أثم، فعل لازم أثم ولا ينصب مفعول به، كذلك اسم الفاعل، اسم فاعله لا ينصب مفعول به. طب كيف تعرب يا ابن هشام قلبه على أنه مفعول به؟ ابن هشام ما قال أنه مفعول به، قال مشبه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به أبناءنا وبناتنا الطلاب، يعني شبيه بالمفعول به ولكن ليس مفعول به، شبيه، اسم منصوب على المفعولية. هذا إن شاء الله حتأخذوا الكلام في نحو خمسة إن شاء الله تعالى. هذا على حد قول العرب هذا حسن، هذا حسن، حسن وجهه، قالت العرب وجهه فيها ثلاث روايات تناقلتها الأعراب أو اللهجات، في اللهجات العربية وردت بثلاث لنا بثلاث هذه العبارة أو كلمة وجهه، في هذا حسن وجهه، قيل هذا، قالت العرب هذا حسن، هذا حسن وجهه على أنه وجهه فاعل حسنة، وقالت هذا حسن وجهه على أن في قراءة النصب أو في رواية النصب تعرب وجهه على أنها مشبه بالمفعول به. واضح أستاذ؟ وبعض الرواة قالوا هذا حسن وجهه، هذا حسن وجهه، فبتكون وجهه على هذا الإعراب مضاف إليه، بتكون مضاف
إلي. أرجو أن إذا كنتم فاهمين هذه الثلاث روايات أو في هذه الإعرابات في الثلاث روايات بتكونوا فاهمين إن شاء الله هذه النقطة في قلبه. المثال الثاني من الأمثلة التي أوردها ابن هشام على هذه الجهة قول بعضهم لا إله إلا الله. بعض النحاة أعرب لفظ الجلالة على أنه إيه بدل من إيه أو خبر لا نافية للجنس. ابن هشام ضعف هذا الوجه ليه؟ لأنه لا النافية هذه ما بتعمل في معرفة، خبرها ما بكون معرفة، لفظ الجلالة معرفة هنا، كيف بتقول إنه خبر لا النافية للجنس؟ فالإعراب أغلب النحاة، ابن هشام طبعا ذكر هذا الرأي، الرأي القوي في إعرابها إنها بدل إما من موضع لا إله من لا زائد إله. أنتم تعلمون قبل ما تدخل لا النافية للجنس على كلمة إله إيش محل إعرابها بالله عليكم إله؟ ها؟ بيكون محلها الرفع، مبتدأ مرفوع. ها؟ الإله، ما معنى لا إله إلا الله؟ الإله الله أو الله موجود، الله إيه موجود. لا يؤمن بوجود الله إلا إيه؟ المؤمنين من عباده، أما الكافرون لا يؤمنون بوجود الله. ما يهمني أن هذه الكلمة كلمة التوحيد، لا نافية للجنس، لا فيها نافية للجنس، وإله اسمها اسم لا نافية للجنس مبني في محل إيه نصب. أين خبرها؟ محذوف تقديره، موجود أو بحق. لا إله معبود بحق في هذه الأرض إلا مين؟ إلا الله. فبتكون الله إما بدل، طب إلا طبعا هذه إلا ملغاة مهملة. شو ملغاة يعني مهملة؟ في النحو عندنا فقط، لكن في البلاغة معناها كبير. هذه قصر وحصر، قصرنا الوجود، استحقاق الوجود كله بما فيه ومن فيه في السماوات والأرض على الله عز وجل. هذا أسلوب حصر وقصر. فأقول إلا هنا إيه؟ هذا الاستثناء مفرغ، يعني إلا في غير عاملة، إلا في إيه؟ غير عاملة. ما بعدها بيعرب حسب موقف الجملة. طبعا ما بعدها هنا لفظ الجلالة نعربه الأفضل، الوجه الإعراب الأفضل فيه أنه نعربه إما بدل من موضع لا إله كلها، موضع الرفع قبل ما تدخل عليه لا، أو أن نعربها إيه بدل من الضمير المستتر في خبر لا نافية للجنس. أنا ماذا قدرت لكم الخبر هنا بالله عليكم؟ لا إله معبود، لا إله معبود بالله عليكم. معبود اسم مفعول ولا لا؟ اسم مفعول ومرفوع طبعا لأنه خبر لا نافية للجنس. طيب واسم مفعول يرفع نائب فاعل في العربي، طالما هو إيه معتمد على نفي سبق نفي، يعني طالما هو منون إيه؟ لابد من أن يكون إيه في فاعل أو نائب فاعل، آسف في نائب فاعل إيه مقدر. إيش تقديره؟ لا إله معبود طبعا إيه تقديره هو طبعا بعود على إيه الإله أو إله على كلمة إله. لا معبود إيه هو إلا الله عز وجل. هذا هو التركيب الدقيق لهذه الآية. فالله إما أن نعربها بدل من الاسم المرفوع في الخبر في خبر لا نافي الجنس، أو أن نعربها إيه بدل من موضع لا إله. كذلك من بعض الأوهام، بعض المعربين أعرب الصراط في قوله تعالى فاستبقوا الصراط على إنها مفعول فيه، مفعول فيه. بالله عليكم من شروط المفعول فيه
أن إيه؟ أن يتضمن حرف الجر في أو إلى. واضح أستاذ؟ في أن يتضمن. طب بالله عليكم، هم استبقوا إلى الصراط ولا في الصراط؟ إلى الصراط، فاستبقوا إلى الصراط هنا. فالصراط هنا أيضا الصراط له حدود معلومة. يا رب اجعلنا ممن يجتاز هذا الصراط من المنصوب فوق جهنم. فاستبقوا الصراط أن تبصرون. طبعا هذه الآية بتتحدث عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. المؤمن يجتاز هذا الصراط، من المؤمنين من يجتازه بلمح البصر، ومنهم من يجتازه حبوا، ومنهم من المهم أنا بهمني إعراب كلمة الصراط هنا. لا يجوز أن نعربها مفعول فيه. ليه؟ لأن ليست لأنه له حدود معلومة هذا الصراط. قالوا من حدوده المعلومة أنه أحد من الشعر، يعني له جانبين وضيق جدا وكذا، لا يجتازه إلا المؤمن، أليس كذلك؟ فهنا لا يجوز إعراب الصراط مفعول فيه، يجب أن نعربها ابن هشام، أو بقول الصواب أن نعربها منصوب على نزع الخافض. إيش التقدير؟ فاستبقوا إلى الصراط، اسم منصوب على نزع الخافض. إيش بنعربها؟ الصراط ط اسم منصوب على نزع الخافض، وتقدير هذا الخافض قلت لكم إلى. فاستبقوا إلى الصراط. ما معنى استبقوا؟ يعني تسابقوا، تسابقوا إلى الصراط. طبعا استبقوا أمر الله عز وجل يطلب منا أن نتسابق وأن نعد العدة لدخول الجنة. لكن هنا ليس فاستبقوا الفعل بمعنى تسابقوا. استبقوا هنا فعل ماضي وليس أمر، خذوا بالكم. فاستبقوا الصراط، القراءة الصحيحة لها فاستبقوا الصراط، يعني بمعنى تسابقوا إلى الصراط. في مثال آخر أيضا، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. بعض المعربين أعرب سيرتها مفعول فيه، لا ما بيجوز. ليه؟ لأن تقدير مش من ضمن معنى حرف الجر فيه هنا. إيش التقدير هنا بالله عليكم؟ سنعيدها إلى سيرتها الأولى، سنعيدها إلى سيرتها الأولى. هذا ماذا نعرب سيرتها هنا؟ اسم منصوب أيضا على نزع الخفض، على حد قول الشاعر لدن بهز الكف يعسل متنه كما عسل الطريق الثعلب. أبناءنا وبناتنا الطلاب، يجب أن تنتبهوا إلى موضوع المنصوب على نزع الخافض، من الموضوعات التي تحتاج إلى تفتيح ذهن. هنا الطريقة، بعض المعربين أعرب الطريقة على أنها مفعول فيه، لا يجوز. لما؟ لأن الطريق له حدود معلومة. بالله عليكم، حتى خط صلاح الدين يعني موجود عندنا في قطاع غزة، هل له حدود معلومة؟ نعم، يبدأ من الشمال من كذا وينتهي في الجنوب في رفح أو كذا، إله بداية وإله نهاية، برضو إله جانبين محدود، له معالم محدودة، جوانب يعني أقصد. فهنا كيف نعرب المفعول فيه؟ يجب أن يكون مبهما. المكان، ظرف المكان حتى نعربه ظرفا، أي كلمة تصلح أن تعرب ظرفا لابد أن تكون مبهمة، بمعنى ذهبت شرقا. بالله عليكم، حينما نقول ذهبت شرقا أو سافرت شرقا، هل تعرفون هذا الشرق أين هو؟ شرقا إلى الأردن، إلى غير ذلك من التي تقع في الشرق، شرق فلسطين أو شرق. فأبنائنا وبناتنا الطلاب، هذا يصلح أن يكون ظرفا. ليه؟ لأنه من شروط ظرف المكان في العربية، يعني أقصد في النحو العربي، أن يكون ظرفا مبهما أو أن يكون اسما مبهما، وشرط ثاني أن يتضمن معنى حرف الجر فيه. لاحظوا أيضا ابن هشام يحتاج على من أعرب دخلت الدار أو المسجد أو السوق. بقول ماذا نعرب هنا دخلت الدار؟ هل يجوز أن نعربها مفعول فيه؟
متضمنة معنى حرف الجيم. ما معنى بالله عليكم دخلت الدار؟ دخلت في الدار، دخلت الدار، دخلت في الدار. الاسم هنا ايه؟ متضمن معنى حرف الجر فيه، لكن اختل شرط من شروط ظرف المكان هنا، وهو أن الدار لها حدود معلومة، لها حيطان ولها كذا باب وهكذا، لها أبعاد محددة عندنا. فمن أجل ذلك لما كان الظرف مختص هنا، أو آسف، مكان مختص، والمسجد برضو له إيه؟ حدود معلومة، والسوق له حدود معلومة، فهنا إيه؟ لا يجوز أن نعرب هذه الكلمة ظرفاً. ماذا نعربها بالله عليكم؟ نعربها مفعول، آسف، منصوب، اسم منصوب على نزع الخفض، كلها منصوبة على نزع الخافض. كذلك من الأمثلة التي ضربها ابن هشام على هذه الجهة، عدم مراعاة الشروط الخاصة ببعض الأبواب النحوية، في قوله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد، واقعدوا لهم كل مرصد. فكل هنا يجوز في إعرابها إيه؟ وجهان إعرابيان. الوجه الأول أن نعربها إيه؟ اسم منصوب على نزع الخافض، اسم منصوب على نزع الخافض، والتقدير إيه؟ واقعدوا لهم على كل أو في كل مرصد. لكن بينفع نعربها مفعول فيه؟ ما بينفع. ليه؟ لأنها مش مضافة إلى ظرف مكان. كلمة مرصد هنا مصدر ميمي أو اسم مكان أو اسم إيه؟ مكان، فليست إيه؟ له حدود معلومة. كل ما بينفع نعربها إيه؟ مفعول فيه. واضح أستاذ؟ لأنه المرصد له حدود معلومة، له حدود معلومة. فهنا إما أن نعربها اسم منصوب على نزع الخافض والتقدير واقعدوا لهم على كل مرصد أو في كل مرصد، أو أن نعربها مفعول نائب عن مفعول مطلق أو مفعول مطلق والتقدير وارصدوهم كل مرصد. ما معنى واقعدوا لهم كل مرصد؟ لابد من أننا نضمن، إذا عربناها كل مفعول مطلق لفعل محذوف، لابد من أننا نضمن معنى أقعدوا من معنى إيه؟ أرصدوا، وارصدوهم كل مرصد. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. أيضا من الأمثلة التي ضربها ابن هشام، ضرب أمثلة كثيرة صحيح على عدم مراعاة الشروط الخاصة في بعض الأبواب النحوية. بعض المعربين أعرب في قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، قال أن ظلمات مبتدأ، وبعضها فوق بعض خبر، الجملة كلها خبر عن هذا المبتدأ. بالله عليكم، من شروط الابتداء أو المبتدأ الخاصة، هل يجوز أن يقع نكرة؟ بالله عليكم، هل يجوز أن يقع نكرة؟ لا يقع نكرة إلا بمسوغ. هناك مسوغات هنا، هل لها مسوغ النكرة؟ ليس لها مسوغ. فماذا نعربها ظلمات؟ هذا إعراب خطأ، نعربها مبتدأ خطأ. ليه؟ لأنه بنقول انتقضنا بعض الشروط الخاصة بالابتداء في العربية. ماذا نعرب ظلمات؟ نعربها إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف، تقديره إيه؟ تلك ظلمات، تلك ظلمات، خبر لمبتدأ محذوف. طب وبعضها فوق بعض؟ بعضها ممكن نعربها مبتدأ ثاني، عفوا، ممكن نعربها مبتدأ ثاني، ممكن نعربها إيه؟ بدل من ظلمات. طبعا بدل بعض أو بدل إيه؟ كل من كل، بعضها فوق إيه؟ بعض. المهم إما أن تعرب بعضها بدل من ظلمات، أو أن نعربها إيه؟ مبتدأ وفوق خبر عن هذا المبتدأ. كذلك بالأمثلة التي ضربها ابن هشام على هذه القدة، وهي عدم مراعاة الشروط الخاصة ببعض الأبواب النحوية، فأي آيات الله إيه تنكرون؟ أي آيات الله هنا؟ أي ما بيجوز نعربها اسم معطوف على اسم قبله. ليه؟ بالله عليكم، ما
مع أنه متصدر بحرف العطف الفاء هنا. لما؟ لأنه أي، لأن أي هنا لها محل الصدارة، أي هنا لها إيه؟ محل الصدارة. فأي هنا إيه بنعربها إيه؟ مفعول به مقدم ها على تنكرون، والتقدير تنكرون أي آيات الله. طب لما قدم هنا؟ لأنه إيه؟ اسم شرط، اسم شرط وله محل الصدارة، لابد من مراعاة الشروط الخاصة في بعض الأبواب النحوية كذا. ومثلها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأي هنا ما بيجوز إن نعربها مفعول به ليعلم. ليه؟ لأنه هذه من الألفاظ التي لها إيه؟ حق الصدارة برضو. أي في العربية سواء كانت استفهاما أو إيه؟ استفهام أو إيه؟ استفهام أو إيه؟ أو شرط، لابد من محل الصدارة. فأي يجب أن نعربها هنا إيه؟ مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره إيه؟ ينقلبون منقلبا عسيرا أو أي منقلب، فهي تعرب إيه؟ مفعول مطلق لفعل محذوف. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. هنا كذلك أيما لابد من أن نعربها إيه؟ لابد من أن نعربها اسم ها منصوب على أنه إيه؟ مفعول به مقدم للفعل قضيته، للفعل إيه؟ قضيته. أيما الأجلين قضيته فلا عدوان علي، تعرب مفعول به مقدم. ليه؟ لأنه، طب ليش مقدم؟ لأنه من الألفاظ التي لها حق الصدارة. اسم شرط هنا، أيما آسف، أيما الأجلين قضيته فلا عدوان علي، هذا إيه؟ أسلوب شرطي. إن على حد قول الشاعر إن من يدخل الكنيسة يوما، بالله عليكم، هل يلقى فيها جآذرة وظباء؟ الظباء الظبي الغزلان يعني، معروفة هذه. الجآذر يعني البقر الوحشي، مفرد جآذر جؤذر، وهي تعني البقر الوحشي. إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذر وظباء، هذا من الوقوف على الأطلال. لما وقف على الكنيسة وجد فيها، لم يجد فيها ساكنيها، وجد فيها إيه؟ الظباء والبقر الوحشي. فالمهم الشاهد في هذا البيت انه من ما بيجوز نعربها اسم ان، ها مع انها واقع بعد ان. طب اين اسم ان بالله عليكم؟ ضمير شأن محذوف. اسم ان هنا ضمير شأن محذوف تقديره انه، ان القصة، ان الحكاية، ان قصتي، ان حكايتي. من يدخل الكنيسة حزينة. ليه؟ لانه البلد إيه ما فيهاش حدا، لا كنائسة ولا إيه أو نعم. فإن من يدخل الكنيسة يوما، فمن هنا؟ طب ماذا نعرب من هنا؟ نعربها على إنها مبتدأ، نعربها على إنها إيه؟ مبتدأ. ليش؟ لأنها من الألفاظ التي لها حق إيه؟ الصدارة. أبنائنا وبناتنا الطلاب، من تعرب مبتدأ، والجملة بعدها يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها، هي خبر إيه؟ خبر من هذه، خبر من هذه. والجملة كلها من يدخل الكنيسة، الجملة الشرطية كلها هي هذه يلقى طبعا من شرطية، خذوا بالكم. ويدخل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، ولكن حرك بالكسر منعا لالتقاء الساكنين. طب أين جواب الشرط؟ يلقى فيها جآذرة، يجد يعني، بمعنى يجد. ما معنى يلقى؟ يجد، لقي واضح أستاذ؟
فهو معتل الآخر، فيلقى فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية وعلامة جزمه إيه؟ حذف حرف إيه؟ العلة. المهم والجملة الشرطية كلها من يدخل الكنيسة خبر إن. طب أين قلت لكم خبر من؟ إحنا قلنا من مبتدأ، فخبرها بكون الجملة جملة يدخل الكنيسة يوم القيامة، في كل هيتا فعل الشرط وجواب الشرط هما إيه؟ خبر من، أو جواب الشرط هو خبر من. إيه هذا بالنسبة لإيه؟ لهذا الشاهد. كذلك يقول الشاعر برضو من الأمثلة على هذه القاعدة: صددت فأطولت الصدود، وقلما وصال على طول الصدود يدوم. وقلما وصال، الشاهد هان وقلما وصال. قلما هذه من الأفعال التي لا فاعل لها، من الأفعال التي لا فاعل لها. فقلما من الأفعال التي لا فاعل لها، مثل كثر ما وشد ما طال ما، في أفعال خمسة تقريبا في العربية أو في النحو العربي لا فاعل لها: قل وكثر وطال و يعني هذه الأفعال فلا فاعل لها. طيب وصال تعربها فاعل قلما، هذا ما بيجوز. برضو تعربها فاعل ليدوم في نهاية البيت برضو ما بيجوز. ليه؟ لأنه الفاعل لا يتقدم على فعله. ها ماذا نعربها؟ نعربها وصال فاعل، الأصل أن نعربها فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور في نهاية البيت. وإيش التقدير؟ وما هو التقدير؟ وقلما يدوم وصاله، وقلما يدوم وصاله. قلما هذه يجب أو الغالب أن يليها فعل، لكن إذا وليها اسم مرفوع يعرب فاعل لفعل محذوف، يفسر من سياق الكلام أو في سياق الكلام. وابن هشام ضرب شواهد على أنه قل وكثر يليها فعل في العربية. قال الشاعر: قلما يبرح اللبيب، قلما يبرح اللبيب. وقال أيضا: يا ابن الزبير طالما عصيك. يا ابن الزبير، لاحظوا الفعل الموجود بعد طالما. ذكرت لكم أنه الكثير الغالب في كلام العرب أن يلي هذه القلة وكثرة وطال أن يليها الفعل وليس الاسم. طب إذا وليها اسم مرفوع نعربه على أنه فاعل لفعل محذوف يفسر من خلال الكلام. هذا بالنسبة لهذه الجهة. أما عن الجهة السابعة من الجهات التي يدخل الاعتراض من خلالها على بعض المعربين: أن يحمل كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى كلام ابن هشام هذا؟ بقول إنه بعض المعربين يعرب مسألة أو لفظ ما بوجه وفي ويشهد استعمال آخر بعكس هذا الوجه الإعرابي. كمان مرة، هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول أن بعض المعربين يعرب مسألة ما لفظا ما بوجه إعرابي، وهناك نص في كلام العرب يشهد ببطلان هذا الوجه الإعرابي الذي اختاره هذا المعرب. من ذلك إعراب الزمخشري لقوله تعالى: إن الله، ابن هشام احتج على الزمخشري في الكشاف في إعراب قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. الزمخشري أعرب ومخرج
ومخرجه أعربوا عطفوا على فالق، عطفه على فالق ولم يعطفه على إيه؟ على فالق، ولم يعطفه على يخرج. ابن هشام قال أن هناك نص قرآني في القرآن الكريم في سورة أخرى ورد الله قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. في نص قرآني يدحض ابن الزمخشري الصحيح. ما الذي جعل الزمخشري يعطف مخرج على فالق ولا يعطفه على يخرج؟ لأنه النحاة اشترطوا في العطف أن لا يجوز عطف فعل أو اسم على فعل أو فعل على اسم. واضح أستاذ؟ لكن هنا الزمخشري عطف مخرج على فالق ولم يعطفه على يخرج. ابن هشام احتج على هذا الإعراب وقال لابد من أن نعطف هذا الاسم على على الفعل يخرج. ليه؟ لأنه في نص قرآني يشهد بهذا الوجه الإعراب الذي اختاره ابن هشام. هذا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.